الحمد لله صرنا ماخذين تو درايف سيستمز. درايف سيستمز الاثنين اللي حكينا فيهم نسميهم ميكانيكال درايف سيستمز. اخذنا الهويست كان جيرد هويست, اخذنا الكونفير اللي عملناه كان inclined, وهلا رح ناخذ الباور سكرو. اليوم رح نحكي عن الباور سكرو. ايش الهدف من الباور سكرو؟ زي نفس فكرة عند البولي, بحول من روتيشنال لترانسليشنال, اذا converts rotational motion translational. Okay, وعندنا راح يكون هون في عندي ثريد, كل ما بعمل روتيشن او ريفولوشن, فلكل ريفولوشن من هذا السكرو عم بصير في عندي ديسبيسمنت هون. اذا كل ما بصير عندي ريفولوشن في هذا السكرو هون بصير في عندي حركه خطيه هون بهذا الشكل. هذا الهدف, هذا الهدف منه. بنعرف على هاي العلاقه, بنعرفها بشيء اسمه البيتش, واحنا رح نستعمل رمزين. رح ابدا برمز بي صغيره, بعدين رح احول لبي كبير. بي صغيره طبعا ممكن معرفه في كتب مختلفه بطرق مختلفه, رح تشوفها معرفه بطرق مختلفه. بعضها بتكون ريفولوشنز بير مليمترز بير ريفولوشن, مترز بير راديان مثلا, حسب ايش ال... انا هون عندي بي رح تكون ان مليمترز بير ريفولوشن, وهي اسهل فهمها, من اسهل انواع فهمها. مليمترز بير ريفولوشن يعني كل ما هذا يلف ريفولوشن كامله راح يتحرك هذا من هون عدد من المليمترز مقداره سمول بي. بدي احوله لانه هاي اليونت احسن بكثير وافيد بكثير بالنسبه لي, وبتلغي كل ال... بدي احوله للمترز بير راديان. مترز بير راديان تلغي اي كونستنت, ما بحتاج كونستنت معينه. فاذا كان عندي معطى بهذا الشكل بهاي القيمه راح احوله بهاي القيمه. شو معنى هاي الوحده هون؟ انه لما هاد يلف بمقدار 1 راديان, displacement of 1 radian, راح يتحرك هذا الكارج بمقدار capital P meters. في عندنا شيء اسمه كارج, احنا هون على السكرو نفسه راح نركب كارج, راح يكون في فبصير عندي لما يلف السكرو اللي موجود هون راح الكارج هاي تتحرك لليمين والشمال بهذا الشكل. ممكن طبعا اقلبه بشكل عمودي واصير ارفع اشياء انزلها حسب الابلكيشن. هون هاي بنسميها كارج. ايش كارج باللغه؟ كارج عرباية. هذا مش الكارج, الشيء اللي عماله بيتحرك, الشيء اللي عماله بحركه بحمل عليه اللود, فاللود بكون محمل هون. فممكن يكون عندي مثلا سكرو بهذا الشكل, رح اركب عليه هون محرك, يكون مثلا ستيبر موتور او اكشويتر. المهم انه روتيشنال اكشويتر, روتري اكشويتر. هون عندي هذا الباور سكرو إله سن, وبعدين هون بركب الكارج. فأنا حولت الحركة الدورانية اللي هون حولناها لحركة خطية بهذا الاتجاه بهذا الشكل. لاحظوا الباور سكرو في كثير أحيان بيكون سيلف لوكينج, يعني صعب إني أعمل له ريفرس درايفنج, صعب إني أدفش هذا الكارج من هون وإيش يصير يعمل سكرو؟ يتحرك يلف, صعب إنه يلف, صعب اني ادفشه بهذا الشكل ويلف. هذا بنسميه ريفرس لوكينج. يوجوالي يعني بتكون زيرو او نيجاتيف الافشنسي. الريفرس افشنسي بتصير زيرو عمليا, ما فيش عندي قد ما احط طاقه من هون يمكن اكسر السن
قبل ما اقدر الف هذا من هون. عاده لما اعمل درايفنج من وين؟ في حين بعض جيرز من اللي شفتوها بامكان يعمل ريفرس درايفنج، بامكان يعمل درايفنج من اللو سبيد شافت لهاي سبيد شافت. عشان هذول يوجوالي ريفرس لوكينج، وهذا بيعتمد على الديزاين، الافشنسي تبعته بتعتمد على الديزاين. رح نفترض فيه له كمان نفس الشيء زي ما افترضنا بالحالات السابقه ايتا اللي هي الافشنسي. خلينا نحول من اليونتس هاي لليونتس هاي اللي موجوده هون بي. راح احط الان بي وحدتها مليمترز بير ريفولوشن، بدي احولها من او بدي احولها الى كابيتال بي مترز بير راديان. طبعا هاي مش كامله العلاقه، في شيء ثاني بده ينحط هون في كي معين. خلينا نشوف الكي هذا ايش بده يكون. راح استعمل شيء اسمه، متذكرين اليونيتي براكتس؟ ايش اليونيتي براكتس؟ اليونيتي براكت اني بضرب بشيء هو واحد بس بحول لي اليونتس. بدي احول اليونتس من متر هون الى مليمتر هون. ايش العلاقه بين المتر والمليمتر؟ عندي المتر هون بده يلغي متر هون، احطه هون متر. انا هون ضربت في واحد، مسموح لي اضرب في واحد. المتر اللي هون راح يلغي مع المتر اللي هون، شو بضل عندي؟ مليمتر مساوي للمليمتر. واليونت براكت الثاني ايش بدي اتخلص؟ بدي اتخلص، بدي احول راديان لريفولوشن. شو العلاقه بين الراديانز والريفولوشن؟ الريفولوشن كم راديان؟ 2 باي راديانز. اذا هون الراديان هذا موجود تحت، بدي احط 2 باي راديانز، هون احط 1 ريفولوشن. هذا كمان يونيتي براكت ضربت في واحد مضبوط، بس هدفي احول الوحده. فبصير عندي الان راح تتحول هلا هاي من هون عندي الراديان، راح اشطب مع راديان من هون ريفولوشن، راح تشطب عفوا راح تضلها الريفولوشن. المتر راح يشطب مع المتر هون. شو صارت عندي الوحده على هاي الجهه؟ مليمتر بير ريفولوشن. بايش ضربت الكونستنت اللي بضرب فيه؟ 2000 باي. اذا بصير عندي سمول بي بتساوي 2000 باي كابيتال بي، او كابيتال بي بيساوي سمول بي على 2000 باي. هاي بتصير الوحدة ان متر بير راديان اذا كانت بي الاصلية. بي طبعا هناك وير بي از ذا بيتش ان مليمترز بير ريفولوشن، وكابيتال بي از ذا بيتش ان مترز بير. اوكي ماشي، الكل فاهم هاي؟ اسهل شيء نعمله اول ما ناخذ هذا بتحولهم الاثنين بتاخذ هاي. في حد مر عليه بيتش قبل هيك؟ وحده بيتش. اذا بتطلعوا لو طلعتوا لهاي تشوفوا ايش الوحدات اللي موجوده. انا عاده بجد انه هاي اكثر وحده منطقيه نبدا فيها، بس للضرب والتحويل الاحسن اني استعمل بي، لانه هاي وحدتها اس اي يونتس هون متر سبير. هلا خلينا نطلع نحول conversion بين rotational conversion from rotational input shaft اللي هو وين؟ من هون راح يجي عندي المحرك. هون انا مركب المحرك، المحرك راح يصير يلف. ايش راح يعمل لي؟ راح يعمل حركه خطيه من هون. اذا بدي احول من rotational input shaft to translational output shaft، يعني بدي الاقي علاقه ما بين دي اللي هي الديسبليسمنت هون وثيتا، بدي الاقي علاقه بين في اوميجا، وبدي العلاقه بين الاقي علاقه بين اي والفا. مش هيك؟ شو بذكركم هذا؟ وين شفناه؟ في البولي. لو عندي بولي مش هيك؟ لو عندي بولي بدي اضرب، بضرب بالريديوس. كنا نضرب هناك بالريديوس. لو عندي بولي راح اضرب هون ثيتا في الراديوس تبع البولي بتعطيني الديسبليسمنت، بضرب هاي في الراديوس تبع البولي بتعطيني في. هون خلينا نطلع على اليونتس، ايش اليونتس تبعت دي؟ متر. اليونتس تبعت ثيتا؟ راديان. اذا
ايش ممكن اضرب حتى احول من راديان لمتر؟ اذا هون او بضرب هذا في كابيتال بي بعطيني هذاك مضبوط. ايش وحده بي؟ متر بير راديان. تشطب مع الراديان بتعطيني متر. ونفس الشيء هون بضرب في بي وهون بضرب في كابيتال بي. طبعا هذول كابيتال بي. بي هون وحدتها متر بير راديان. الراديان بشطب مع الراديان بصير عندي متر متر. ونفس الشيء بالنسبه لهذول راح تكون عندي هون متر بير سكند راديانز بير سكند متر بير سكند سكوير راديانز بير سكند سكوير. هذول صاروا العلاقات الثلاثه للتحويل الاضافيات اللي بحول فيهم من واحد للثاني. وهي فيري سيميلر تو اذا بي ان اي باور سكرو از سيميلر تو دي اس على 2 اور راديوس ان a shear pulley او sprocket.